نكتس. لونا طيب انت عرفت تلقى طريقك لهنا، وانتي لقيتيني؟ هذه فرصة عشان اشوفك مرة ثانية. اصلا مين اللي قدر يعدي؟ ايش قصدك باللي يعدي؟ انتي ما تبي تشوفيني؟ لأن عائلتي جاوبوني على نداء المستعان. بس ايش اللي حيصير فينا؟ دحين انت الوحيد يا نوكتس اللي الشمس حتشرق علشانه، وهذه الأشياء اللي تخصك في فرصة إنها ترجع لك. تفتكر الأزهار اللي في التين براي؟ ترى مر عليها فترة طويلة، رح تحصلها هناك تستناك، وحتلاقيها أزهرت من التل للوادي. وانتي حتكوني هناك؟ وهذا السبب اللي ما راح يخليني نكمل مشوار مع بعض. بعد كذا كنت أتمنى إنه هذه اللحظة لوحدها ما تكفي. لا، الموضوع مو كذا. أنا كنت بس أبغى أنقذك. لما تحس إن العالم منهار من حولك والأمل يكون بعيد عنك، لما تحس نفسك حاسس بغربة وأنت لوحدك، حاول إنك تتخبى في أي مكان فيه له نور. شوف قدرك هناك وراح تعرف أنا فين حكون. من هناك أنا دائما حقدر أشوفك. الوداع يا عزيزي نوكتس. صباح الخير، رجعت لنا. حقول للجميع إذا تحتاج وقت زيادة. أنت تعورت؟ لا، هذا بس خدش بسيط في الحرب العظيمة. ولونا؟ لا تتعب نفسك، تراها روحت. أنبر صاب ذاك لك.